أنا ابنك بالاسم، لا تكذب على حالك. بنت مدمنة مخدرات، مفكر إن السعادة اللي عم تعيشوها سوا حقيقية؟ هل بنت في كل الولاد؟ بدي أعمل هيك شغلات من الخشب غريبة وعجيبة. كتير متحمس وكأنك أنت اللي رح تلعب فيهم. إيه ليش لا؟ أنا كتير بحب اللعب مع الولاد. أنت متعلق بهالمكان، يعني كيف بدك تروح وتلف العالم كله مع أنه كل عالمك هون؟ هيك قلتك؟ يمكن القدر يفاجئني ويبعدني عن هالمكان شي يوم. هيك حاسس؟ ايه. لأمتى بدك تضل عايش مثل المشردين؟ ابني أنا عايش عيشة مبهدلة، طلع على حالك. أنت كل همك بالحياة صورة العيلة وبس؟ لا، بدي أخدك على بيتك، هذا همي. بس هذا هو بيتي بابا، إجيت لهون على الفاضي. فينا نقعد ونحكي شوي؟ أصلاً ما في داعي نقعد ونحكي، لأنه ما ضل شي بيناتنا لنقعد ونحكي. شو خالو؟ ما بدك تضيف أبوك شاي أو قهوة؟ أنت اليوم ما شربتي الأدوية تبعك؟ هدول الأدوية ما بيطيبوني، عم تعذبي حالك على الفاضي يا خانو. أنت بدك تنفذي كل شي بقلك عليه نورا، وما بدي تنعاد هيك شغلات، مفهوم؟ مو ملاحظة أنك عم تبالغي شوي؟ هذا المول بيكون إلنا، يعني أنا بقدر استعير الغرض يلي بيعجبني. تستعيري؟ هي اللي عملتي ما اسمه استعارة. وينو جوزك؟ ليش ما شفته معك بالمول؟ حضرته عم يخوني هلأ، مو فاضي يجي. انتي شو عم تخبصي وتحكي؟ جود شو له شغل مع هاي البنت؟ هلأ فهمت، واضح شو له شغل مع هالبنت. أحسن ما تتهميني دائما، روحي شوفي صهرك شو عم يعمل. خدي ضبي هاد. طيب ما دام عرفتي بهالقصة شو في لي هالشوفة، تفضلي. شو هاي؟ دعوة طلاق. يظهر جوزي حبيبي بده يطلقني، وشكله رح يبلش حياته الجديدة مع هالأمورة. ما في يساوي هيك شي، والطلاق موضوع مو سهل أبدا. أحياناً الرجال بيخبصولهم شوي، بس ما تخافي بعدين بيعقلوا. اعملي حالك مالك خبر بالقصة. أعمل حالي ما عندي خبر؟ طبعاً. طلعي فيني، إذا جود بيروح فعلاً أبوكي رح يجيب لنا ابنه المجنون على البيت، ونحن التنتين ما لنا مصلحة بهالشي. أنا عن شو عم أحكي وإنتي عن شو عم تحكي؟ مو معقولة إنتي. كل شي بقوله بدك تعمليه، وبدك تتصرفي كأنك ما شفتي هالصور. هلأ لما جوزك جاب ولد قدرتي تعملي حالك مانك شايفة شي وما فرقت معك أبداً؟ قولي لي ماما. خرسي، قلتلك ما تفتحي هالموضوع مرة تانية. التفاهم بيننا معدوم. طلع، أنا باكل من عرق جبيني ومبسوط مثل مشايف. نحن مختلفين وما منشبه بعض. بدك كل هالشركة الكبيرة، واحد غريب يديرة، واحد مانو من نسب عيلة كولكاي. بس بالنهاية هذا الغريب هو صهرك، ومو ضروري هو يكون من عيلة كولكاي. ولما بيكون في عندي ابن، ليش بدك يعني إلجأ لصهري؟ أنا ابنك بالاسم، لا تكذب على حالك. Thank you.
بنت مدمنة مخدرات، مفكر إن السعادة اللي عم تعيشوها سوا حقيقية؟ هالبنت مالها مدمنة وعم تتعالج، وما رح تخلى عنا لأنه حضرتك ما حبيتها. شفت بعينك؟ الفرق بيناتنا جوهري. أنت تركت حبيبتك تموت وأنا عم ساعد حبيبتي. أنا ما قتلت أمك، نحن كانت ظروفنا مختلفة كتير. هالبنت مدمنة، مو بس مدمنة ومصيبة، والمخدرات بتموت صاحبها ببطء كل يوم. أنت مو دايماً رح تلحقها، مثل هدول بيكونوا مجانين وأنت ما فيك تنقذها، وراح تخليك كل عمرك تعيس. بدك تمسحها من ذاكرتك، ما فيك تتحملها كل العمر. أيلول، أنت تخليت عن أمي وزديتها، صح؟ البنت تركت التعاطي لأنه أنا بمسكها من إيدها وباخدها على المعالجة كل يوم، لأنه أنا بحبها، فهم؟ بحبها لأيلول، بحبها. مستحيل تفهم. الإنسان ما بيتغير طبعه أبداً، بيضل طبعه مرافق ليصير بالقبر. أنت بطفولتك هيك كنت حقود، وعلمته لابني الحقد، وسبب كره ابني لألي أنت يا رشاد. أنا متأكد عم تنتقم مني من اللي عملته بزاهدة، ولهيك غرقته لابني بالكره والحقد. الحيطان اللي عم بتحاول تهدى انت يلي عمرتها من زمان. ايه الحق معك، انا علمته كتير شغلات مزبوط، بس ما حدا بيقدر ياخد مكان الاب. يلي بتزرعه بتحصده، فشو ما عملت ما رح تقدر تخلصه من الكره اللي جواته، لانه بيضل ابن ابوه.